مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا أمام محكمة ديال الأسرة بأزرو في الموضوع اللي جاو المغاربة تبعوا القصة ديالو. غادي نشوفوا مع السادة المحامون الإجراءات اللي قاموا بها من أجل البحث عن الصلح. حاليا العائلة ديال يونس كتواجد، وكذلك هو اللي معني بالأمر. غادي نشوفوا مع الأستاذ عزيز من الهيئة ديال مكناس كيفاش كانت الأمور. أستاذ، كيفاش كانت الدعوة ديال الصلح؟ إيوا الحمد لله، يعني هذا خبر صار تلقينا هذا النهار هذا الحمد لله. في هذه العواشر هذه يعني شهر شعبان مقبلين على شهر رمضان، الحمد لله اللي توصلوا الاطراف يعني الى حد ما توصلوا لهذا الصلح هذا كاجراءات عمليه. ومنا كدفاع تلقنا انا والاستاذ عبد الفتاح زهراش اللي شرفنا بهذه المدينه الهادئه ديال ازرو، وتلقنا المحكمه الابتدائيه قسم القضاء الاسره بازرو تفعيل الاجراءات ديال التنازل على التطليق اللي تقدم به سيونس. وضعنا فعلا تنازل على الدعوه، ونتمناو ان هذا التنازل هذا هو يكون واحد البدايه وكان فاتحه خير على هذه الاسره هذه، خصوصا ذوك الاطفال وذوك الابناء اللي ما يقدوش يعيشوا بعيدين على سواء على الاب ديالهم او الام ديالهم، يعني هما الاساس في هذه المعادله هذه. وتنتمناو الخير للجميع، والله يوفقهم الخير، وتنشكروا كل من ساهم في انجاح هذا الصلح هذا، لا من طرف سيونس، لا من طرف الدفاع ديالو، لا من الوالدين ديالو، لا من كل المحبين ديالو والقناه ديالو، والله يوفق الجميع. شكرا لك استاذ. مشاهدينا الكرام، شوفوا الراي استاذ زهراش. استاذ الكريم، ماذا فعلت اليوم؟ فانا احنا ربي مصاب لازم نديروها الخير، واش كنديروا؟ ما نديروش شي حاجه اللي فيها الاذيه لشي حد ابدا. احنا نسعى للخير، ومن اجل ذلك كما قال زميلي الاستاذ سيدي عبد العزيز المنصوري اللي تنبغي نشكره على حسن الاستقبال والضيافه ديالو في مدينه ازرو الجميله والهادئه. رجعنا لها الهدوء ديالها، هذا ملف اجتماعي، ملف اسري، نقاش عادي وقع ما بين سميتو تعبير عن حسن النيه في الصلح وايقاف اجراءات الطلاق. باقي الامور غنشوفوها مع الزميله المحترمه والمقتدره التي كان لنا شرف التواصل معها الصباح، انا وزميلي الاستاذ سيدي عبد العزيز المنصوري، الاستاذه بشرى العلوي المدغري من نقابه فاس اللي تترحب بنا، وغننتقلوا عندها الان. حنا و الاب والام ديال سميتو سي يونس، وهي معها السيده، وفي المكتب ديالها ان شاء الله غادي نديروا الصلح. هذا هو اللي درناه الصباح، ما درناش شي حاجه اللي هي خارج نطاق العمل المهني، وما درناش شي حاجه اللي خارج القسم المهني. درنا انا وزميلي والاستاذه المحترمه بشرى العلوي المدغري ما هو انساني نبيل، وخاصه الهدف من هذا الشيء كامل هو الحفاظ على الشمل ديال هاد الاسره والجمع ديال الشمل ديالها. الوالدين ديال الاب متعلقين بالابناء، هو متعلق بابنائه، بغى الزوجه ديالو، كل الامور اللي فيها خلاف غادي نلقاو لها الحل ان شاء الله. الله يوفقكم استاذي الكريم. مشاهدينا الكرام، حاليا الاساتذه وكذلك المعني بالامر يونس والعائله ديالو غادي ينتقلوا عند الاستاذه اللي هي مكلفه بالملف ديال سميره من اجل الصلح. هذه الخطوات الإيجابية الأولى، والرأي الآخر هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.